أنت اللي قتلتي، أنا خسرت ابني وأجهضت بسببك أنت. أنت اللي قتلتي، شفتي غليلك هيك؟ آه؟ قتلتي جنين لسه ما شاف الدنيا؟ بدي تتذكري كل ما اطلعتي بهذا الطوق انه انت الوحيدة يلي بقلبي وبحياتي، وما حبيت حدا قد ما حبيتك. انت هلأ مرتي وحلالي. اي وانا هيك رأيي كمان. ممكن بس شوي لو سمحتي؟ إذا بتريدي ممكن بس شوي؟ نانا، الزبون نادالك كتير، ما انتبهتي؟ شفتي شو بده؟ مش الحال؟ بس انتي ليش شاردة؟ فيكي شي؟ آسفة ما انتبهت، مشغول بالي بكذا قصة، مشان هيك كنت شاردة. إذا ممكن أخذ استراحة 5 دقايق بس. شكرا. ليش لحتى دق له؟ شو بدي فيه؟ ايه هو بدق لي اذا انا خطرت على باله، هو انا بدق له كمان. اكيد قتلتي حدا. نوب، لسه ما قتلت حدا. ايه كتير منيح لك. لتكوني اتصلتي من شان التمثيلية، شو قايلتي له لسميح؟ انه اشتقتي لي؟ لا ابنوب، انا مشان جزداني، ما لقيت جزداني الصغير. كان بدياك تشوف لي اذا تاركته عندك شي. مو هون، ما انو مبين، ما في شي بالورشة. شو في بشنطايتك؟ هلأ برجع بدور مرة تانية. مضغوطة شي؟ ما بدي يكون عم أخرك. أخذ استراحة 5 دقايق. إيه؟ كيف ماشي الشغل بالكومودينا؟ إذا ميرت مو معك رح تنضغط لحالك. إذا بدك استناني. لا، خلص التصميمة وهلأ بدي بلش تنفيذ. أنت ركزي بشغلك، لساتك جديدة، لازم تثبتي حالك بأول فترة. طيب ماشي، ما رح أطلق، وخاصة إذا كان في عندك حدا.
لا ما في حدا، سيبار راحت. ما عم تعطليني. خلص لك أنا بشوفك، استراحتي خلصت. الواحد بيقول مع السلامة. مجنونة، حكت حكت وسكرت. يعني ما كانت نايمة منيح يوميتها، لهيك غالبا كانت ضايخة وتعبانة. على كل حال الله يخليك، بلا ما نحكي عن هداك اليوم، كل ما أتذكر بزعل كتير. أكيد في أنا بهالقصة. عن جد سيبال شكرا على كل شيء وعلى وقفتك جنبي، ما تركتيني لحالي أبدا. وأنت عملتي كتير شغلات مشاني. الله يخليكي سيبال، شيلي هالحبوب من وشي فورا، كل ما بشوفهم بعصب وبتوتر. رح شيلهم يلا. بلكي سقطت بسبب الحبوب يلي عم تاخدهم ولهيك كانت دايخة. معقول يكون هيك وهي لبست القصة لنانا؟ ما في غير طريقة واحدة لحتى أعرف الحقيقة، هي التقرير الطبي. تأخر الوقت، بكرة من بكير بروح بشوف التقرير الطبي بالمشفى. ما في شي بيضل مخبى ورح يبين، وما رح أجيب سيرة لأي حدا لحتى أكون متأكد 100%.